حاجه ويمكن شدت اعصاب وان شاء الله كل الامور تعدي على خير. كابتن عادل كنا بنتكلم يمكن ده طوال المباراه واحنا عجبنا جدا وحضرتك بتتكلم وكابتن فتحي والكابتن بلال بيتكلموا على ان هناك حاله دفاعيه رائعه للنادي الاهلي باستثناء الخطا الوحيد. اكيد يعني احنا شفنا يعني الاهداف بتاعتنا اللي هي كنا رايحين لها ان انت تامن دفاع كويس. أيوه. وبعدين تلعب على الهجمه المرتده. الشوط الثاني الاهلي عمل اداء كويس وجاب الجول. هي بس يمكن الـ 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 الخطا الوحيد اللي هو من القلب وده دايما كنا بنتكلم فيه في حته المراقبه ما بتبقاش جيده ولكن ممكن ترجعها برده الوقف الحكم وقف اللعب 10 دقائق. يمكن انا كنت اتمنى من اللعيبه اثناء ال 10 دقائق دي كانوا يفضلوا مسخنين ومركزين في المباراه ولكن كانت الاجواء صعبه جدا. طبيعي يا كابتن. بالظبط. الاجواء كانت صعبه جدا. الخبرات لاعبتنا يعني ادت دور كويس ان هم طلعوا بقيه ال 10. انا يعني انت لما دخل فيك الجون في الوقت ده ممكن يكون كان فيه يبقى شد عليك اكتر من كده ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي همدوا اللعب بلغه الكوره يعني ان خرجك كده خرجك ان انت وصلت. اول المباراه انا افتكر ان هي بدات من قبلها ب 10 ايام مثلا. مظبوط. بدا الشد العصبي ما هو من بعد مباراه النجم الساحلي على طول. بص يمكن انا كنت شايف حاجه غريبه قوي ان كان في ضغط على حاجتين يعني. الحاجه الاولانيه التحكيم يشككوا فيه وهم شككوا فيه فعلا وحصل طول الوقت بيتكلموا عليه وحش عشان يحطوه تحت ضغط. دي واحد. اتنين لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كان عليه ضغط برضه ولكن كل ده تلاشى بخبرات النادي الاهلي وعزيمتك انت. انا كنت اتمنى ان احنا نعدي المباراه 1-0 لينا علشان الحسابات بتاعه المجموعه ولكن وصلنا وتامين لاعبتنا وان شاء الله لاعبتنا تيجي بالسلامه ده اهم هدف عندنا. واحنا هنفضل مكملين مع حضراتكم حتى يصل اللاعبين الى غرف او في الفندق.